هل حسام البدري بيدفع ثمن تولي رئاسة فريق العمل لنادي بيراميدز خلال الفترة السابقة؟ هل لسه بيدفع الثمن؟ لا بيدفع ثمن كتير، حاجات كتير، مش بيراميدز بس، بيراميدز والخصام. وبيدفع الثمن ان هو يعني راجل لا يجيد فنون صناعة هالة إعلامية لنفسه. وهو الكابتن حسام برضو أخطأ خطأ كبير، احنا اتكلمنا فيه، ان هناك فرق ان تكون مديرا فنيا للنادي الاهلي وان تكون مديرا فنيا للمنتخب. الاهلي عنده عزوة وعنده مجلس إدارة وعنده ظهير جماهيري شعبي كبير، وعنده سوشيال وعنده إعلام وعنده خمسين، وانت بتشتغل بس بتشتغل بس ما انتش أيه. انت بقى في اتحاد الكورة لازم تعمل هدمين، لازم تعمل فرقتك ومشروعك. وانت جد الكابتن حسام كنت جاي دايما اكلمه كان يقول لي النتائج هتغطي كل ده، انا هنجح وهكسب وهفوز وهنتصر، واول ما اكسب ما حدش يقدر. قلت له لا، المكسب وحده لا يكفي في صناعة الهالة او المحبة او التواصل، لان الناس عندنا بتحب اكتر من نتائج، يعني مش فارقه معاها النتائج اكتر ما لو حبت واحد تدافع عنه. انا عايز اقول لحضرتك ان انا قريت مقاله لاحد طبعا الصحفيين بعيدا عن الرياضه او اللي ما لهمش علاقه، عن بس عامل مقاله عن تكشيره حسام البدري، يعملوش دعوه بقى بالبطولات اللي خدها حسام البدري مع النادي الاهلي، ملوش دعوه بان هو وصلنا لامم افريقيا. احنا بنبحث طول الوقت احنا بنبحث، طول ما اول السوشيال اتعمل وبقى معانا تليفون وكل واحد بقى رئيس تحرير نفسه، احنا بنبحث على الخطيه. احنا تخيل ان احنا عمرنا ما بنبحث عن فيها حاجه حلوه ولا انجاز ولا حاجه كويسه، عشان كده في مصاعب كتير، يعني في مصاعب كتير في حياتنا. انما من الاخر يعني كروش هيلاقي نفس شويه ازمات من اللي شافهم حسام البدري، اللي هي ايه؟ الفرق التي كانت مرشحه بالتفصيل، يعني كان حسام حسن بقى مطلب شعباوي. طب هو احنا لغايه وما جاش، وانا نفسي اللي بيرفضوا حسام حسن بالذات يراجعوا نفسهم شويه. يعني نفسي يراجعوا نفسهم شويه في ايه؟ الناس بتاخد انطباع في الكوره، مثلا بتيجي تتكلم حد مسؤول في الكوره يقول لك لا 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 حسام لا، ليه؟ يقول لك اصل هو سنة مش عارف ايه اتخانق مع مين وسنة ايه. يا عم كان زمان كان عنده 20 سنة، دلوقتي عنده 50 سنة، فالموضوع اتغير. يعني انت النهارده ما تقعدش تحاسبني طول الوقت عن فترة تهوري، عن فترة شبابي، حاسبني بالوقت الراهن. يعني حسام حسن بيتحاسب حساب غريب جدا، بيتحاسب على مدار سنين كلها، لو كان اتخانق مرة ولا مرتين ولا أي حاجة فبيتحاسب عليهم. أنا نفسي اتخانق مع فلما كان في المصري وهو عنده، وبرضه يعني من قريب اتخانق مع مصور يعني ووقع شهيرة وحضرتك عارفها، ويعني برضه كان مدرب ما كانش لاعب. انا بقول لك الناحية التانية بتفكر يعني الناس بتتكلم فيه، ما يعني مش عايزين عشان كان مصور. لا ما انت عارف التداعيات القصة مش هينفع تتقال على الهواء، ده رقم واحد. ضحكت ليه؟ لا ماشي نمرة اتنين. لا انت اللي عايز تقول اهو. لا براحتك. يعني والله براحتك كل حاجة وتبقى اخر معرفة لينا لو انت تبقى اخر معرفتنا ببعض. لا لا ما اقدرش. انت عارف انت بالنسبة لي ايه، يعني انت راجل استاذي وانا بحترم حضرتك. يعني رقم اتنين برضو وقت ما كان مدرب، انا بكلمك بقى وهو عنده بقى مدير فني مش لاعب. يعني مش هقول لك التيشيرت ومش عارف ايه لما كان لاعب وتيشيرت، لكن انا بتكلم في حاجه بقى مهمه جدا، ان هو لما بقى مدرب لا كابتن استاذ جمال عنده مشاكل. كابتن ابراهيم حسن لما كان فتره من الفترات مدير للمصري برضو كان في مشاكل. يعني كان الكوره لعبت الشغب على فكره، الكوره اتخلق منها مشروع الشغب بشكل عام. يعني هات مدربين العالم كلهم هتلاقيهم برضه عندهم نفس. هطلع فاصل ونحاول نجيب الكابتن